تامر تامر يا جماعه جاي وشكله مش نايم كويس شكله رايق روقان الدنيا ايه ده طمولة الزملكاوي جه يعني احنا قلنا يا جدعان مش هنعزم اي زملكاوية ده انا بس عشان الراجل ده قال لي ان هو قال لي ان المفروض في حاجه هتتعمل كده انا مستني بس هو ده صاحب المفاجاه احنا سلام الزملكاويه كبار طيب دلوقتي يا تامر في المفروض مفاجاه اوعى تنسانا جاي ماشي هو شكله كده انا عايز البوز اللي هنا ما فيهاش بوز دي خليها سلم على الراجل ايه ده يا عم مبروك يا عم بيقولوا لك هتتجوز مبروك يا عم مبروك يبقى شكلك هتخطو ومعايا في الكرسي وسي سي ان ايه ومفيش تصوير انا عايز اوقف البتاعه دي ما فيهاش بوز